السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أحباب، يا أهلا ومرحبا بكم بلقاء جديد وإضافة متميزة وانتقالات خلابة ورائعة، انتقالات الدخان وتأثير الدخان بلقائنا اليوم ضمن مسيرتنا في طرح أهم وأحدث بلجن وإضافات المونتاج المستخدم في برنامج أدوبي بريمير. فلطفا وحبا وتكرما من حضراتكم قبل ما نبدأ بلقائنا الجميل لهذا اليوم، ضغط مفتاح لايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناة حكاية شغف بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ باستعراض ومن ثم ننتقل إلى مرحلة التدريب على إضافتنا الجميلة بانتقالات الدخان لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم يا أحبابي مرة تانية بلقاء هذا الجديد وإضافتنا الممتعة بانتقالات الدخان مثل ما تكلمت في بداية هذا اللقاء. بعد ما نفتح أي بروجيكت ضمن برنامج أدوبي بريمير ونبدأ بعرض المواد على التايم لاين، مثل ما شايفين هي موضوع عناصر المونتاج سواء كانت صوريات أو كانت فيديوهات، رح نتوجه إلى صندوق الوصف ورح يكون معكم رابط ينقلكم على قناة تليجرام ونحمل هذه الحزمة اللي هي عبارة عن ملف مضغوط ونقوم بفك الضغط عنه ونبدأ بالدخول إلى المجلد، وعندي هذه هي التمليت أو هذا هو المجلد القوالب، وبننقر وبنسحب هذا البروجيكت لحتى نضيفه إلى برنامج أدوبي بريمير في مكان الإمبورت. طبعا الخيار الأول بتركم فعل مثل ما هو، إذا حبيت أعمل كرييت فولدر يعني أضع العناصر في داخل فولدر بتركه أيضا مفعل وأنقر على مفتاح الأوكي لحتى البرنامج يبدأ باستيراد هذه العناصر وإضافتها إلى برنامج أدوبي بريمير في نافذة الماتريال أو المواد. منشوف سقط عندي مجلد أو تم إنشاء مجلد بعنوان Smoke Transition أي انتقالات الدخان، بعمل دبل كليك أي نقر مزدوج ومندخل عليه مرة تانية ومنشوف هذه العوائل الموجودة على هيئة مجلدات. طبعا عبيل لك هون Don't Touch أي لا تلمس هذا المجلد، نحن شغلنا رح يكون بهذا المجلد، عندي 20 انتقال وهون عندي 20 انتقال، هون تقريبا 15 ومن هون تقريبا 15، يعني عندي 70 انتقال مبوبين بأربعة مجلدات. خلنا نفوت على سبيل المثال إلى المجلد الرقم 1 ونشوف الانتقالات الموجودة. بإمكانك من خلال مشيرة الماوس إذا حبيت تتوسع شوي العناصر عشان تشوف الانتقالات في الموضوع أو شوف التأثير يعني، فالموضوع يكون جميل، أمر متاح لك، فقط حرك الماوس يمين ويسار على أي صورة رح تشوف الانتقال. افترض أنه أنا في عندي هذا الانتقال أعجبني، احفظ الرقم اللي هو عبارة عن الرقم 5 أي الانتقال رقم 5. أولا موضوع ترتيب العناصر على التايم لاين هو غير جدير باستخدام هذه الانتقالات على هذا الترتيب، فلذلك لازم نعيد النظر بالترتيب، يعني خلني أوسع شوي وبجي بركب الطبقات أو العناصر فوق بعض البعض بهذا الشكل يلي رح أعمل لها إيش؟ بدي أعمل لها الانتقالات وليكن معنا بهذا الشكل. طيب أنا قديش أترك المسافة على قدر حجم التأثير نفسه رح نضبط إيش؟ هذه المسافات أو تداخل هذه العناصر. خلني أنقر مع السحب وأضيف هذا الانتقال رقم 5 إلى التايم لاين. طيب وين موضعه رح يكون بالضبط؟ رح يكون عند نهاية أو نهايته عند نهاية الفيديو الأول، فلذلك بحددهم وبنقر وبسحب حتى يكون وين؟ بالنهاية بالضبط، يكون على نفس المسار. الفوتج أو المواد الماتريال اللي تجي مع التأثير بقوم بإزالتها، أنا ماني محتاجة أطلاقا، بجي للفيديو الثاني وبحركه بحيث يكون على قدر مساحة إيش؟ الانتقال أو التأثير بالضبط. أخذ مفتاح السي اللي هي الكت أو القطع أو الجراب وبعمل عملية قطع بهذا المكان بالضبط، وبرجع بختار الفي لحتى أرجع أختار أداة تحريك. القطع اللي قطعناها من بداية الفيديو الآخر بدي أعمل لها عملية قص، يعني كنترول زائد إكس أو أنك تنقر بمفتاح الماوس الأيمن وبنختار كت، رح نغير لها موضع بالضبط. وين رح يكون الموضع؟ بجي إلى بليس هولدرز هذا المجلد اللي أنا بدي أضع فيه الماتريال، قلنا أن الانتقال هو رقم 5، بفوت إلى هذا المجلد ببحث عن انتقال يلي رقمه 5، هذا هو
بعمل دبل كليك عليه مرة تانية، بسحب المؤشر إلى البداية وبختار كنترول زائد V. هذه المادة اللي صارت عنا. إذا كان شوي شفت المساحة أو الدقة مش مضبوطة، بننقر بمفتاح الموس الأيمن وبختار Scale to From Size لحتى نعمل ضبط لملء الشاشة. لو رجعنا الآن، خلينا أقلل شوي من التايم لاين وأوسع مساحة الفيديو أو البرفيو أو المعاينة، وراح نشوف الانتقال بجماليته بهذا الشكل بالضبط. خلنا نجرب انتقال آخر. نرجع إلى مجلد الانتقالات، وليكن عندي على سبيل المثال الانتقال لرقم 11، أو خلني بالمرة نختار مجلد آخر. مثلا عندي المجلد رقم 2، بختار الانتقال رقم 21، كمان بنقر مع السحب ومنضيفه بهذا المكان بالضبط يا أحباب. قلنا المادة الجاية معه أبقوم بإزالتها، بسحب الفيديو هذا برجعه بالضبط على هذا المكان، وبجي بعمل قطع بهذا الشكل، وهذه القطعة بختار كنترول زائد إكس. قلنا رقم الانتقال لازم نحفظه هو 21، وبتوجه إلى البليس هولدرز لحتى أبحث عن 21، هذا هو، بفوت عليه وبعمل عملية لصق لهذه المادة تمام في بداية الفيديو بالضبط، في بداية الفيديو بالضبط، يعني بزيل كل الأماكن الفارغة موجودة منه. فقط أنا بعاي الموضوع إذا كان الحجم مش ظاهر ملء الشاشة، بنعمل سكيل عشان يظهر معنا ملء الشاشة بالضبط. ولو الآن شغلنا راح نشوف الانتقال بهذه الجمالية. نشغل مرة تانية ونشوف الانتقال الدخاني أصبح معنا بهذه الجمالية يا أحباب. إذا كان اختلف معاك مثل ما شفنا هون حجم الفيديو أو السكيل، يعني ما بين الانتقال وما بين الأبعاد الفيديو الأصلي، لاحظ هون ونلاحظ هون صار في عندي فرق، فلذلك كمان بنقر باليمين على الانتقال أو على النست الخاصة بالانتقال وبجي بختار Scale from Size، فأصبحت خلاص يعني بقدر الأبعاد بالضبط والانتقال شغال معانا بكل جمالية. الموضوع فقط سكيل يعني مش أكثر ولا أقل، هذا كل شيء مطلوب مننا بهذه المرحلة. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل ولايق فيكم كالمعتاد، فتكرما لا تنسوني من تفاعلكم والدعم، فتجزوا عني كل خير وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.